قالت إذا كان المصلي شيخنا في الركعة الأولى يقرأ بسور قصيرة والركعة الثانية يقرأ بآيات من سور طويلة مثل البقرة أو غيره، هل فعل هذا صحيح؟ يعني السور القصار في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية تكون آيات من سور طويلة أجزاء. يعني هو يقصد يقرأ مثلا من سورة عما يتساءلون وفي السورة وفي الركعة الأولى وفي الثانية يقرأ من البقرة. نعم. هذا يسمى تنكيسا بالنظر إلى تقدم السورة سورة البقرة على سورة عما، وهذا لا بأس به على الصحيح من قول العلماء، وقد كرهه جماعة من أهل العلم، لكن المكروه هو التنكيس الآيات في سورة واحدة، يقرأ خواتيم سورة البقرة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية من آية الكرسي على سبيل المثال أو من أول السورة.